لماذا تخرج الدموع من عيوننا عندما نبكي؟ ولماذا دموعنا مالحة؟ ولماذا يحتاج جسمك لبعض الدموع حتى لو كنت غير حزين؟ اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن نعمة عظيمة جدا معظمنا يغفل عنها، هي نعمة البكاء والدموع وفوائد هذا البكاء، فابقوا معنا حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هناك آيات كثيرة، معجزات كثيرة، نعم كثيرة، ولكن للأسف نغفل عنها. هل فكرت يوما بنعمة الدموع؟ لماذا خلق الله هذه الدموع؟ الحقيقة هناك أسباب كثيرة وجدها العلماء أخيرا. الدموع ضرورية جدا للحفاظ على صحة العين، الدموع ضرورية للتعبير عن المشاعر، الاستجابة للمؤثرات أو المهيجات. أعيننا تنتج كميات صغيرة من الدمع بشكل مستمر للترطيب. ماذا يحدث إذا توقف الدمع؟ هناك مشاكل كثيرة لحاسة البصر وللعين يمكن أن تحدث. عندما نمر بتجربة حزينة أو مشاعر مؤثرة، فإن هذا يهيج العينين ويزداد إفراز الدموع بشكل كبير. الدموع أخي الحبيب تتشكل أو تتكون أصلا من الماء والملح وكمية صغيرة من الزيت والمخاط والأنزيمات، هي خليط معقد، ولكن كل مكون له عمل وبنسبة محددة. سبحان الله، لو زادت نسبة أحد المكونات لاختل عمل العين. سبحان الله. طبعا هذه الأنزيمات تحمي أعيننا من التلف. الزيت وهو من مكونات الدموع أيضا يحمي الدموع من التبخر السريع، بينما المخاط يساعد على التصاق هذه الدموع بالعين لكي لا تذهب بعيدا مثل الماء. سبحان الله. طبعا يتم تصريف الدموع الزائدة من خلال تصريف محدد ونظام محدد إلى الأنف. الدماغ أيها الأحبة هو الذي يقوم بهذه العملية، هو المسؤول عن الجزء العاطفي لإفراز هذه الدموع. فعندما يحدث تهيج عاطفي أو تأثر، الدماغ يقوم بإعطاء أوامر العين لتقوم بإنتاج الدموع بشكل كبير، وغالبا ما يتجاوز قدرة أعيننا على احتوائها، فهناك أماكن تصرف منها الدموع الزائدة من خلال مجرى الأنف أيضا، مما يسبب سيلان الأنف أثناء البكاء. عندما تبكي بشكل مفرط فقد يصبح نظام الصرف هذا مغمورا، مما يؤدي إلى تدفق أيضا الدموع من أعيننا. سبحان الله. طبعا علماء النفس يعتقدون أن البكاء بسبب المشاعر هو شيء لا يفعله إلا البشر. معظمنا يبكي لأننا حزينون للغاية، كما يبكي البعض أثناء الفرح، هناك شيء اسمه دموع الفرح. سبحان الله. ولكن لدينا حالة ثالثة نحن هنا العلماء لم يتحدثوا عنها، هو بكاء الخشوع، البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وسنتحدث عنه بالتفصيل وعن فوائده ولماذا وكيف وصف لنا القرآن حالة من يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يبكون من دون سبب، وأحيانا تجد بعض الناس قليل البكاء. البكاء دائما يدل على لين القلب. هناك ما يسمى بدموع التماسيح. طبعا التمساح يطلق أو يفرز بعض الدموع ويتظاهر بالبكاء لإغراء الفريسة لتقترب منه. من المعروف أن السلاحف البحرية تسيل دموعها عند وضع بيضها على الشاطئ. طبعا هذه الدموع ليست دموع حزن وليست دموع فرح، بل هو أسلوب للسلاحف لتتخلص من الملح الزائد في أجسادها، لأننا نعلم أن الدموع مالحة، ولكن لماذا هي مالحة؟ طبعا هذا التكيف يساعدهم على التوازن البيئي، على أن يكيفوا أجسامهم مع البيئة البحرية المليئة بالملح. طبعا هذه السلاحف
تواجه تحدياً فريداً بسبب استهلاكها العالي للملح من مياه البحر. قناديل البحر أيضاً تفعل ذلك. الكمية الزائدة من الملح تتراكم في أجسادها، مما يكون شيء ضار بالنسبة لها، يصبح شيئاً ضاراً، وبالتالي لابد من التخلص من هذا الملح عن طريق الدموع. هناك غدد خاصة متخصصة بإفراز الدموع من هذه السلاحف. سبحان الله، هناك الفراشات تحب هذه الدموع المالحة، دموع هذه الكائنات السلاحف البحرية وغيرها، بسبب نسبة الملح العالية فيها. فيها ملح أكثر من الدموع البشرية. ولكن دموعك أيها الإنسان هي مالحة، ولكنها تحتوي على نسبة صغيرة من الملح. هذا الملح ضروري للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك انقباض العضلات، النشاط الدماغي إلى آخره. وعلى الرغم من أن هذه الدموع أكثر ملوحة من المياه العذبة، إلا أنها أقل ملوحة بكثير من دموع السلاحف البحرية التي يعني خلقها الله في بيئة ذات ملح عالي. هي بيئة بحرية، البحر له ملوحة عالية جدا. طبعا هناك أنواع من الدموع تختلف حسب الحالة التي أنت فيها. هناك ثلاثة أنواع أساسية. الدموع الأساسية مهمتها الحفاظ على رطوبة العينين، منع الجراثيم من إصابة العين. يعني هي معقم، سبحان الله. يعني انظر، الله عز وجل خلق زودنا بهذه الدموع ليحفظ لنا أعيننا. وربما هذه المعلومة كثير من الناس لا يعلمها، لا يعلم أن هذه الدموع معقم طبيعي للعين، سبحان الله. هناك دموع انعكاسية، عندما يدخل في عينك مثلا غبار أو جسم غريب أو شيء معين، فإن هذه الدموع تفرز بشكل كبير لطرد هذه الرمال أو هذه الغبار أو هذا الجسم الغريب الذي دخل. وهناك نوع ثالث، دموع عاطفية. هذه الدموع نفرزها عندما نشعر بالحزن وعندما نشعر بالسعادة الزائدة. سبحان الله، عندما حلل العلماء هذه الدموع وجدوا أن الدموع الأساسية والإنعكاسية تحتوي على نسبة ملح أعلى من الدموع العاطفية. يعني أنا واثق أن الكثير منكم لا يعلم هذه المعلومة، أن الدموع التي مهمتها التعقيم وغسل العين والحفاظ على صحة العين، وهي الدموع الأساسية والدموع الإنعكاسية، نسبة الملح أعلى فيها، لأن هذه الدموع مهمتها التعقيم، والملح مادة معقمة كما تعلمون. بينما الدموع العاطفية التي يفرزها الإنسان في حالة الحزن مثلا، تكون نسبة الأملاح أقل لكي لا تسبب ضررا للعين، سبحان الله. من الذي ضبط نسبة الملح في الدموع بهذا الشكل الدقيق؟ وكيف علم الجسم أن هذه الدموع عاطفية أو انعكاسية أو أساسية؟ يعني كيف يميز الدماغ بين هذه الأنواع؟ هذه قدرة الله، وهذا الأمر أخي الحبيب هو نعمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. من الأشياء العجيبة سبحان الله التي وجدها العلماء أن الدموع العاطفية كما قلنا قليلة الملح، ولكن هناك هرمون خاص مسكن يوضع داخل هذه الدموع أثناء إفرازها في الحالات العاطفية لتشعرك بالهدوء والسكينة، وهو هرمون مسكن للألم. لذلك بعض الناس عند البكاء نتيجة الحزن أو نتيجة الخشوع من الله سبحانه وتعالى وخشية الله يشعر بالتحسن بسبب هذا المسكن الخاص في الدموع، سبحان الله. ولكن لماذا تحتاج أجسامنا للبكاء؟ ما فائدة هذه الدموع؟ يقول العلماء إن الدموع مهمة جدا لتحسين الشعور بالارتياح وتحسين الرفاهية العاطفية، كذلك مهمة أيضا لتسكين الألم الناتج عن الحزن، سبحان الله. القشرة الأمامية هنا أيها الأحبة من الدماغ، وراء الجبهة مباشرة، أو ما نسميه باللغة العربية الناصية، منطقة الناصية، مهمة جدا، هي التي تنظم الإحساس والمشاعر، ومسؤولة عن الاستجابات العاطفية، وعن تنظيم أيضا حركة الدمع
وعن الحالة العاطفية للإنسان. لذلك فإن كثرة الإرهاق والإجهاد والألم الجسدي يؤدي إلى إرهاق هذه القشرة الأمامية، مما يؤدي إلى خلل في تنظيم العواطف لدى الإنسان. هذا الخلل يمكن أن يؤدي إلى البكاء المفرط الزائد، فحتى عندما يشعر الإنسان بأقل حزن تجد أنه يبكي، وهذا طبعا له تأثير كبير كما وجدوا على سمات الشخصية، على شكل الوجه، تقاسيم الوجه، وعلى الظروف التي يعيشها الإنسان، وعلى المشاكل النفسية مثل الاكتئاب أو ميل الإنسان للبكاء المتكرر. سبحان الله، العلماء يقولون إن الدموع هي وسيلة للتواصل مع الآخرين أيضا. سبحان الله، يعني الإنسان أحيانا عندما تجد أن عينيه تفيضان بالدمع نتيجة موقف معين يتأثر به، فإن هذا يجعل الآخرين يتعاطفون معه. الدماغ يستطيع أن يقرأ هذه الدموع في أعين الآخرين ويتأثر بها ويتعاطف معها. لذلك الدموع هي أدوات قوية للتواصل، فكما أنها مهمة للحفاظ على صحة العين ومنع الجفاف، أيضا هي مهمة لزيادة الحالة العاطفية ولجعل الإنسان أكثر عاطفية وأكثر تأثراً بما يدور حوله، لأن الإنسان هو جزء من مجتمع يعيش فيه. فإذا لم يتأثر ويتفاعل حتى بلغة الدموع، فإن هذا الإنسان يصبح منعزلاً، قد يؤدي به الأمر إلى الاكتئاب. طبعاً النساء يملن نحو البكاء أكثر من الرجال. المرأة معروف أنها أكثر عاطفية من الرجل، لذلك تميل باتجاه البكاء أكثر، وهذا طبعا له أثر على حياة المرأة وصحتها، لأن المرأة أصلا أكثر اكتئابا من الرجل وأكثر إحساسا من الرجل بأبنائها وبمن حولها. لذلك المرأة الله كلفها بمهام الحمل والإرضاع والحنان والعطف على ابنها وتربية الأبناء ومدهم بالعاطفة الكبيرة لما لها من أثر على نظامهم المناعي. لذلك هذه المرأة كثيرة البكاء، هذا البكاء ضروري أولا لسلامة العين، وليعمل كمسكن طبيعي للآلام النفسية، وبنفس الوقت يزيد من عاطفتها تجاه أبنائها وزوجها. ولكن البكاء المفرط من دون سبب واضح قد يكون دليلاً أيضاً على الاكتئاب. إذن نستطيع أن نستنتج من خلال الحقائق العلمية التي عرضناها الآن أن الدموع مفيدة وضرورية للإنسان، وهي نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى. ماذا عن القرآن الكريم؟ انظر معي كيف مدح الله من يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، الخطاب هنا لكل البشر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هنا مدح القرآن من يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام تعهد أن العين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عينان لا تصيبهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. القرآن يمدح من يبكي من خشية الله، فقد مدح النصارى الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ذلك بأن منهم، يعني مدح الصالحين منهم، قال سبحانه وتعالى عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه الآيات أيها الأحبة تؤكد لنا أن الدموع نعمة، وأن الدموع ضرورية، وأنه من يبكي من خشية الله هذا إنسان رقيق، إنسان متواضع، إنسان يشعر بمن حوله،
أكثر أهل الجنة يكونون من هذا الصنف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. لذلك لا تستخف بهؤلاء الضعفاء من حولك. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هذا الإنسان الذي يغضب بسرعة، يستكبر، يظلم الناس، يستهزئ بالناس، يأكل أموال الناس، هؤلاء هم أهل النار. أهل الجنة من الضعفاء، من المساكين، من الناس المتواضعين الذين يتعرضون دائما لي يعني تجد في هذه الحياة لا قيمة لهم، ولكن لو أقسم على الله لأبره. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا دائما أن نتقرب من المساكين، أن نعطف عليهم، أن نتقرب منهم، لأنهم سيكونون أكثر أهل الجنة. أيها الأحبة، أحيانا الإنسان يبكي أنه لا يجد ما ينفق، وهذا من أنواع البكاء التي يعطي الله سبحانه وتعالى عليها أجرا عظيما. يعني إنسان يحب أن يفعل الخير لا يستطيع، لا يملك، يحب أن يساعد الآخرين لا يملك. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. إنسان يريد أن ينفق هذا ليس عليه حرج، بشرط أن ينصح لله ورسوله، أن يكون صادقا، يطبق تعاليم الله وتعاليم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هناك صنف من الناس، من الصحابة رضوان الله عليهم، من الفقراء، أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله ولكن ليس هناك مال ولا سلاح ولا خيل، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعلا مثل هذه الحالة نجدها أيها الأحبة، ولكن أين نجدها؟ في هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الناس البسيطين الذين سيكونون أكثر أهل الجنة، وللأسف هم قلائل كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذلك أيها الأحبة، يعني هذه الدموع هي نعمة من النعم الكثيرة التي أكرمنا الله بها، وينبغي أن نشعر، نستشعر نعمة الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويكفر بهذه النعم بل يجحد نعمة الله تبارك وتعالى. فنحن أيها الأحبة بحاجة لمعرفة هذه النعم لنستشعر نعمة الله ونقول الحمد لله، لتخرج من أعماقنا. يعني عندما تشعر بنعمة الله عليك أخي الحبيب فعلا تقول الحمد لله بإحساس مختلف، تشعر بعظمة الخالق، تشعر كم هذا الخالق يحبك، أنه أعطاك أفضل الخلق، أعطاك أفضل شيء في الخلق، لم ينسى أي شيء من وسائل الرفاهية، حتى الدموع هذه التي هي مهمة كما قلنا لسلامة العين، منع الجفاف، لصيانة العين، لدرء الأذى، معقم للعين، مسكن للآلام، فوائد كثيرة. كل هذه الأمور زودك الله بها من دون أن تطلبها، وأنت ربما لا تشعر بها، ولكنها نعم كثيرة موجودة. يعني نسأل الله أن يجعلنا ممن يشكرون نعمة الله، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الله تعهد، ومن أصدق من الله قيلا، تعهد لكل من شكر نعمة الله أن يزيده الله من هذه النعم. فإذا أردت زيادة الرزق، زيادة في الصحة، زيادة في السعادة، زيادة في الرفاهية، في أي نعمة من حولك أردت الزيادة، فأكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.